يعني ما ورد من بنود، أعتقد أنه إذا تم تطبيقه فيعتبر نقلة نوعية على الأقل في بعض البنود التي وردت. يعني لما يحكي لك بأنه عدم جواز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي، بما في ذلك حق الطلبة، طلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة جميع الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات. وربما أن النقطة الأهم في ذلك هو تعريض كل من يعيق ممارستهم للنشاط الحزبي للمساءلة القانونية. على أي حال، ما هو الفرق بين ما ورد من اللجنة الملكية لتحديث وتطوير المنظومة السياسية وبين ما تم إقراره من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب؟ ثم ما هي المسارات الآن القانونية التي سوف يتم العمل عليها داخل المجلس لإقرار هذه التشريعات؟ كل هذه الموضوعات سوف نتابعها مع الأستاذ جهاد المنسي، الكاتب والمحلل السياسي والمختص في الشؤون النيابية. أستاذ جهاد، مساء الخير. مساء الورد يا ميت، هلا. أهلا بك. ربما أنه الآن السؤال الأبرز عن الفوارق التي يعني ما ورد من اللجنة الملكية للتحديث وتطوير المنظومة السياسية وبين ما تم إقراره من قبل اللجنة القانونية النيابية. هو اللجنة القانونية في مجلس النواب استمعت إلى العديد من الآراء حول المشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الانتخاب، وأرادت أن تناقش المشروعين في مسار واحد حتى تسنى لها الاطلاع على كافة وجهات النظر في هاتين القانونين. الآن استمعت أيضا اللجنة إلى اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الخاصة بقانون الأحزاب، وأخذت بعين الاعتبار كل الملاحظات التي جاءت بها، وبالتالي يعني حسب ما تحدث إلينا الكثير من أعضاء اللجنة القانونية بأن ما جاء في قانون الأحزاب هو نقلة إيجابية ونقلة نوعية ونقلة باتجاه إصلاح حقيقي وإصلاح سياسي شامل. بالتالي حتى التعديلات التي أدخلتها اللجنة هي تعديلات إلى حد ما تعديلات لا تمس جوهر المشروع القانون، وإنما تعديلات إلى حد ما طفيفة، أبرزها ما يتعلق بحضور المؤسسين إلى الحزب من النص إلى الثلثين، السماح للقناصر الفخريين وموظفي الجمارك بالانتماء للأحزاب. كانت اللجنة الملكية قد منعتهم واللجنة القانونية سمحت لهم. عدا ذلك أكدت اللجنة القانونية على ما جاء في قانون الأحزاب من حيث السماح للطلبة في التعليم العالي بالانتظام في الأحزاب السياسية وعدم ملاحقتهم قانونيا، والتعرض لمن يلاحقهم قانونيا بالمساءلة أو يعني وضعه تحت المساءلة لمن يلاحق الطلبة قانونيا في إذا تم إذا تحزبوا. وبالتالي المشروع كمشروع هو مشروع إيجابي إلى حد ما إلى حد كبير. كان المؤمل أن تنظر اللجنة القانونية لموضوع الأعضاء المؤسسين أو يتم تخفيض العدد المؤسسين وعند حضور المؤتمر العام من 1000 إلى أقل والمؤسسين من 300 إلى أقل، ولكن الصيغة النهائية خرجت أن تبقى الأمور كما هي أو كما جاءت في قرار أو في توصيات اللجنة الملكية، والتي ذهبت إلى الحكومة والحكومة أرسلتها إلى مجلس النواب. الآن المسار الدستوري، نعم، هو الذهاب إلى جلسة مجلس النواب المفتوحة. أعتقد أن القانون سيكون على جدول أعمال جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل. مجلس النواب الآن يعاني من عدم اكتمال النصاب أو من عدم توفر النصاب خلال الجلسات، وهذه مشكلة متأصلة. رئيس مجلس النواب دعا إلى اجتماع للمكتب التنفيذي لمجلس النواب. المكتب التنفيذي يتشكل من رؤساء الكتل النيابية وممثل عن المستقلين والمكتب الدائم حتى يتم نقاش هذا الموضوع الخطير، وهو فقدان النصاب تكرر في الجلسة الماضية وتكرر هذه الجلسة التي جرت اليوم. وأيضا في هناك محاولات للتفاهم حول هذا الموضوع، إن كان نشر أسماء النواب
النواب الغائبين او الاقتطاع من مكافآت النواب. واعتقد ان الاجدر والافضل ان يتم الاقتطاع من مكافآت النواب، لان هذه المكافأة يحصل عليها النائب جراء حضوره جلسات. هذه بحاجة لنظر في القانون الداخلي ولا كيف؟ هلا سبق ان تم الاقتطاع من، يعني سبق ان تم تنفيذ مثل هذه العقوبات او هذه الاجراءات في مجالس نيابيه سابقه. اعتقد انه المجلس أن أن, أن, ان 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 ذلك حصل في المجلس السادس عشر ان لم تخن الذاكره، او السابع عشر، يعني شيء زي هيك. سبق انه يعني تم اقتطاع من مكافآت النواب، والى حد ما اصبح في هناك التزام. المجلس الفقدان النصاب، المشكله ان فقدان النصاب يتم سريعا، يعني مجلس النواب يعاني عندما يعقد الجلسة، يعقد الجلسة متأخرة إلى حد كبير، ويفقد نصابها بعد ساعة على أكثر تقدير. وبالتالي أنا أعتقد أن يعني النائب بيحضر ساعة ويغادر بعد ذلك؟ بعضهم يغادر، بعضهم يذهب إلى قضاء مصالح معينة للدوائر الانتخابية للحكومة، يعني في بعضهم لا يأتي مطلقا، يعني في أشياء كثيرة تدفع النائب للمغادرة. وهذا يعني إذا ذهبنا باتجاه الحكومات الحزبية وما إلى ذلك والتأسيس للنواب حزبيين، أعتقد أن الحزب أيضا سيكون له دور في مساءلة النائب، إذا كان طبعا إذا كان حزب قوي مش حزب كرتوني. يعني نحن نريد أحزاب قوية وفاعلة على أرض الواقع، ما بدنا أحزاب قصة تفصيل يعني أو تلزيق، يعني بدنا أحزاب حقيقية. يعني ولذلك هي دعوة إلى عدم التدخل في العمل الحزبي، أو عدم يعني عدم العمل من أجل إعلان أحزاب. يعني نعم. طيب الأمور في الآن هذا فيما يتعلق بقانون الأحزاب. الآن هل تحدث عبد المنعم العودات عن قانون الانتخاب؟ هو أيضا منظور أمام اللجنة القانونية. قانون الانتخاب عزيزي سيتم النظر به فورا انتهاء من قانون الأحزاب. يعني بمعنى أن قانون الأحزاب قد يوم الاثنين الأربعاء يعني قد يبدأ قانون مناقشة قانون الانتخاب نهاية هذا الشهر. وقد يتم مناقشته خلال شهر رمضان الفضيل الذي صادف في 4 و5 من الشهر المقبل. يعني بمعنى أن العيد سيكون هناك قانون الأحزاب وقانون الانتخاب قد مر بكل الأطر الدستورية، سواء من خلال مجلس النواب أو مجلس الأعيان. نعم، وبالتالي ربما أنه أيضا سوف يتطلب وقتا ربما مشابه او اكثر بقليل لمشروع قانون الاحزاب. يعني هذا اخذ تقريبا شهرين. يعني انا اعتقد ان من هنا لا تقريبا 5 نهايه الدوره تقريبا سيتم اقرار قانون الانتخاب وقانون الاحزاب وايضا بعض القوانين الاخرى المهمه، وسيتم الدعوه الى عقد دوره استثنائيه تتضمن بعض القوانين التي يتطلب نظر فيها مثل قانون الهيئة المستقلة. وقد نجد أنفسنا أمام دورة عادية. أنا شخصيا أعتقد أنها ستكون دورة قصيرة مقبلة قبل أن يتم حل مجلس النواب، إذا بقيت الأمور تسير في مجلس النواب بهذه الطريقة، أو بقي النواب يتعاملون مع المجلس على اعتبار أنها لحل هذا الإشكال، أو لتوظيف هذا ابن الدائرة الفلانية وابن الدائرة الأخرى. وبالتالي مجلس النواب إذا بقي الأداء بهذا الشكل، أعتقد أن الأمور لن تذهب باتجاه إكمال مدته. نعم. الدستورية. نعم، الأستاذ جهاد المنسي الصحفي المختص في الشأن النيابي، شكرا جزيلا لك. يا ميت، أهلا.